يعني استمرار لتظاهراتنا ووقفاتنا الاحتجاجية أمام ما يحصل في حي الشيخ جراح من تهجير وقسر سكان الحرية، وأمام ما يحصل للأسرى المقنعة وسحب منجزات الحركة ومعاناة الأسرى. ارتأينا أن نقف اليوم هنا من أمام سجن ماجد وسيء السيد والسمعة رسالة مزدوجة، لأننا معالينا بالشيخ جراح ندافع عنهم، نتضامن معهم، نتفاعل معهم. جزء كبير من شبابنا ذهب إلى هناك، نرسل لهم التحية، وبالمقابل نقف أمام هذا السجن لنحيي أسرانا البواسل ونقول لهم أنتم لستم وحيدون بمعركتكم، أبناء شعبكم يقفون إلى جانبكم. نحن أيضا من خلالك نبعث برسالة خاصة وتحية حارة لرفيقنا الأسير المعزول والمظلوم والمكلوب الأخ المناضل الأسير أيمن عجل. هذه التظاهرة امتداد لكل الفعاليات والتظاهرات التي تجري في كل أرض فلسطين، في غزة، في الشيخ جراح، في القدس، في مخيمات اللاجئين، وهنا بال 48. هذه التظاهرة هي دفاع عن الشيخ جراح، وهي تضامن مع أسرانا الذين يخوضون معركة استعادة حقوقهم التي سلبت بعد عملية النفق في جلبوع. كذلك نتضامن مع الأسرى المرضى الذين لا يقدم لهم العلاج الصحيح، وهناك أيضا تضامن مع أسرانا الذين يقاطعون محاكم الاحتلال وهم الأسرى الإداريين. نحن نبعث لهم بكل التحية من هنا من أمام سجن مجدو، نبعث لرفيقنا أيمن الحاج يحيى الذي تم عزله في الأيام الأخيرة بسبب نشاطه داخل الحركة الأسيرة داخل السجون، التي دعت اليوم إلى يوم غضب داخل السجون وخارج السجون. جماهير شعبنا منذ ساعات الصباح تتظاهر، تصلي تظاهرا احتجاجا، سواء في غزة أو في الضفة أو بالمسجد الأقصى أو في الشيخ جراح. نحن نتظاهر هناك ونتظاهر هنا أيضا مع الشيخ جراح، وأنا كما ترى أحمل لافتة التضامن مع الشيخ جراح. نحن نبعث بتحيتنا لكل أسرانا، نحن نبعث بتحيتنا أهل الشيخ جراح، ونقول لهم أننا مستمرون على العهد حتى ننتصر في الشيخ جراح وحتى يتحرر أسرانا البواسل.